الاطار المحامي بهيئه اخضار بيضاء، هيئه التحكم اخضار بيضاء، حتى توقيع مناقشه مؤلفنا المسؤوليه الجنائيه للطبيب في جراحه التجميل، حيث سيتم محور هذا الحفل في مناقشه محاور هذا الكتاب، ثم يليه حفل شاي وتوقيع هذا المؤلفيه الجنائيه للطبيب في جراحه التجميل. يتمحور حول مجموعه من المواضيع حول الفروع، الفرع الاول هو ما هي الجراحه التجميليه، اي انواع جراحات التجميل، ثم الاساس مشروعيه جراحه التجميل، وكذلك موقف الفقه والقضاء من هذا الاساس، ثم اساس مسؤوليه طبيب جراحه التجميل سواء في اطار مسؤوليته الشخصيه او اطار الفريق الطبي، كذلك بالإضافة إلى مسؤوليته مع طبيب جراح التجميل، مسؤوليته في مستشفى خاص، ثم مسؤوليته في مستشفى عام، ثم تفريد وتقدير المسؤولية الجنائية لطبيب جراح التجميل من قبل القضاء المغربي. اعتمدت بطبيعة الحال دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات التي سبقتنا في مناقشة هذه المسؤولية الجنائية للطبيب في جراحة التجميل، نظرا لغياب الترسانة أو النص القانوني الصريح الذي يضبط قواعد جراح التجميل في جراح التجميل، عملت اسقاطا للقواعد العامه في القانون مجموعات القانون الجنائي. اليوم سنناقش هذا المؤلف في هذا الحفل الذي هو حفل توقيع هذا المؤلف من خلال هذه المحاور بحضور مجموعه من المتداخلين في هذا الموضوع، منهم جراحي التجميل وكذلك رجال القاضي والقانون. كيف جاتك الفكره؟ الفكره بطبيعه الحال جاتني نظرا لان الاقبال المتزايد على هذه الجراحه التجميليه، ثم غياب ترسانه او قانون تشريعي خاص بجراحي التجميل، ثم التوجه الجديد لضحايا الاخطاء الطبيه في جراحه التجميل الى القضاء الزجري بدل القضاء المدني. الاخطاء الطبيه تكون هنا في التجميل؟ نعم، أو لا نتحدث هنا عن الاخطاء الطبيه في جراحه التجميل سواء التقويميه او التحسينيه. كان سبق بعض الشكايات بطبيعه الحال، هناك شكايات وهناك قضايا رائجه وهناك قضايا تم الفصل فيها ابتدائيا، لا في المجال الزجري ولا في المجال المدني. الكتاب ديالك الاستاذ دابا الان واش هو مرجعي؟ واش اللي ما نقدرش نقول ما نقدرش جراحه تجميليه بطبيعه الحال غتكون بعد، ما نقدرش نقول بانه مرجعيه 100%، ولكن كاين محاور هذا الكتاب ستنير لا جراح التجميل ولا العمل القضائي بالمملكه ولا كذلك طالبي التجميل. فيه الوسائل التجاريه اللي لا وقع الخطا بطبيعه الحال في حاله الوقوع مثلا خطا وتسبب جرح او قتل، فهناك سنطبق المقتضيات الزجريه التي ستسقط من النصوص العامه لمجموعه القانون. اذا الاستاذ الوالد اللي بغى يمشي يدير جراح التجميل غير يدي معاه الكتاب ديالك؟ لا، احنا ما كنقولوش دي معاك الكتاب ديالك، وانما راه عرف ما لك وما عليك سواء كنت طالب تجميل او جراح التجميل، لكي تفهم كان هذا المسؤوليه والاطار القانوني الذي ينظم جراحه التجميل وكذا اساس مشروعيه جراحه التجميل اصلا لا من حيث الفقه ولا القضاء. شكرا. جزيل الشكر وعظيم الامتنان الى السيد النقيب هيئه محامين دار بيضاء على استضافته هذا الحفل بقاعه المحامي، الا وهو حفل مناقشه وتوقيع مؤلفنا المسؤوليه الجنائيه للطبيب في جراحه التجميل والذي صدر مؤخرا. كما نشكر السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على حضوره رغم المهام الصعاب المنوطة به خصوصا مؤخرا، وكذلك السيد وكيل الملك عبد العزيز البهلي، السادة نقباء هيئة المحامين بالدار البيضاء، السادة قضاة والنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية والمحاكم الاستنافية للدار البيضاء، السادة النواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السادة المحامون،
السادة جراح التجميل وخبراء التجميل الذين أبوا إلا أن يحضروا هذا الوقت الثقافي لمعرفة ما هي المسؤولية الجنائية للطبيب في جراحة التجميل، السادة المحامون وكذا السادة المحامون المتمرنون وجميع الوسائل الإعلامية التي أبت كذلك إلا وأن تحضر هذا العرس الثقافي. الموضوع أو كتابنا يتحدث عن المسؤولية الجنائية للطبيب في جراحة التجميل. بطبيعة الحال نعرف بأنه تهدف مهنة الطب إلى تقديم خدمات إنسانية تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، وإن كانت في مرحلة قديمة مرتبطة بالكهانة والسحر والشعوذة، إلا أنها كانت تهدف دائما إلى المحافظة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية. كما اهتم العرب بالعلوم الطبية خصوصا خلال العهد العثماني الذي أولى لها اهتماما واسعا لإدراكهم حاجة الإنسان لعلاج وإيمان الناس بفكرة العلاج والتداوي واتخاذ الوسائل للمحافظة على الصحة. ولما كانت العلوم تسير بوتيرة سريعة نحو التقدم الذي أصبح يبهر العقول ويوفر للبشرية الرفاهية والسعادة، فإن المجال الطبي لم يتأخر عن مسايرة الركب العلمي حتى أصبحنا نسمع كل يوم عن اكتشاف أو اختراع جديد لطريقة علاجية أو دواء فعال لأمراض كانت إلى زمن قريب فتاكة. وقد واكب هذا التطور العلمي في الميدان الطبي ظهور فروع متخصصة تعنى بأنواع معينة من أعضاء جسم الإنسان، فنجد جراحة القلب والشرايين والطب متخصص في الدماغ والجهاز العصبي وآخر في الأنف والأذن والقدرة إلى غير ذلك. وقد كان الأطباء قديما لا يسألون أو لا يسألون عن أخطائهم التي ترتكب بمناسبة قيامهم بواجبهم لإعطائهم المجال الكافي لمعالجة مرضاهم في جو من الثقة والإطمئنان. ومع ظهور فن الجراحة والزيادة المستمرة في استعمال الوسائل والتقنيات المتطورة والمعقدة في هذا الفن بالذات وازدياد حماس وجرأة الأطباء الجراحين، تضاعفت حجم المخاطر الناجمة عن سوء استعمال هذه الوسائل وتضاعفت فرص الوقوع في الأخطاء الطبية الجراحية، مما انعكس بدوره سلبا على سلامة المرضى وصحتهم، لأن الأعمال الطبية الجراحية تمس بصفة مباشرة جسم الإنسان بواسطة مبدأ جراحيها، مما يجعل هذه الأعمال أكثر خطورة على الإنسان. وفي ظل هذه الظروف وما صاحبها من وعي لدى المجتمعات، أصبح من العبث إرجاع ما يصاب به المريض جراء الأخطاء الطبية الجراحية إلى القضاء والقدر، مما أصبح بالإمكان مساءلة الأطباء عن أخطائهم الناجمة عن قيامهم بواجبهم المهني في العلاج. ونظرا لكثرة الأضرار التي تصيب المرضى، أصبح من الضروري على هذه الفئة الدفاع عن نفسها باللجوء إلى القضاء للمطالبة في حقها في جبر الضرر الحاصل لها جرى الأخطاء الطبية، مما أدى إلى تطور قواعد المسؤولية الطبية بكافة أنواعها وأركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ الطبيب والضرر الذي أصاب الضحية أو المريض. ولم يقف الوضع عند هذا الحد، إذ أصبح بالإمكان متابعة الطبيب جنائيا جراء ما يرتكبه من أخطاء طبية. وموضوع المسؤولية الجنائية الطبية يتناول الجرائم التي تقع من الطبيب أثناء قيامه بعمله وآثارها القانونية المترتبة على الطبيب، لأن الطب لم يعد علما أو تقنية بيد الطبيب، وإنما أصبح يتضمن جانبا هاما من المتطلبات الإنسانية التي ترد على جسم الإنسان لما له من حرمة لا يجوز المس به إلا بمقتضى هدف المشروع ولمصلحته الشخصية. غير أن هذه المسؤولية الجنائية لم تمنع الطب من تطوراته الكبيرة وفي مجال الجراحة على وجه الخصوص، والتي جعلته يتجاوز حدود مهمته الأصلية التي هي الوقاية والعلاج من الأمراض، بل أصبح يحقق للإنسان السعادة والطرف التي تعدى نطاق الشفاء من العلل إلى أن وصل إلى جراحة أثير الجدل بشأن مشروعيتها أولا، ومرد ذلك إلى طبيعة الهدف التي ترمي الوصول إليه والمتمثل في التجميل
فقط للعلاج، وعرفت جراحة التجميل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية نجاحا كبيرا في تخليص جرح الحربين من المآسي الناتجة عن التشوهات التي خلفتها الحروب. والجراحة التجميلية كانت حكرا على الطبقات الغنية من المجتمع التي يسمح وضعها المادي بالولوج إليها، حتى أصبح بإمكان الجميع الإقبال عليها لأنها اقتربت من العمليات الجراحية العادية. وتعرف الجراحة التجميلية بأنها من العمليات اللصيقة بشكل الإنسان، يكون الغرض منها إصلاح عيب خلقي أو مكتسب وقع على جسم الإنسان، ولا يقصد منها أبداً الشفاء المريض من علة من العلل. ولم تكن جراحة التجميل معروفة حتى بداية القرن العشرين، ولم يلبث الفقه والقضاء أن استقر على إباحة جراحة التجميل حتى اختلف في أساس مشروعيتها. فمنهما من اعتبر رضا المريض هو الأساس، والآخر أرجعه إلى قصد العلاج، وهناك من أسنده إلى الترخيص القانوني. والفقه الإسلامي بدوره ناقش أساس مشروعية جراحة التجميل، فمنهم من حرمها جملة وتفصيلا، ومنهم من حرم نوعا وأباح أو أجاز نوعا آخر. وهكذا التطور الحاصل في العلوم الطبية التي تعنى بالجراحة التجميلية، ظهور أخطاء تسببت في إيذاء المقبلين على عمليات التجميل، ما حدا بالفقه إلى تحديد ماهية ودرجة الخطأ الذي يمكن على ضوئه مساءلة جراح التجميل، والخطأ الذي تتحقق به مسؤولية جراح التجميل، والمنصوص عليه في الفصلين 431 و432 من مجموعة القانون الجنائي لهم صور عدة تتشابه وتتشابك فيما بينها. كما أن القضاء احتار في تحديد المعيار الذي يجب مراعاته لمساءلة الطبيب التجميل بين من يأخذ بالمعيار الموضوعي في الخطأ الطبي ومن يقول بالمعيار الشخصي، ولإثبات هذا الخطأ الذي يقترفه الجراح التجميلية أهمية لا تقل مع تحديد ماهيته ومعياره التي تتجلى في كيفية إثبات الخطأ الطبي. وعلى من يقع هذا الإثبات؟ هل يقع على المريض الذي يدخل غرفة العمليات وهو مغشي عليه من مفعول مخدر ولا يحيط به إلا أصحاب الوزر البيضاء والخضراء، أم يقع على كاهن الجراح الذي يتذرع دائما بمبدأ كتمان السر المهني؟ وحتى إذا ما أسند القضاء للخبير مهمة إجراء خبرة لتحديد مسؤولية الطبيب، فإن شك ما قد يطرح حول حياد هذا الخبير الذي يكون زميلا للطبيب المتهم، وما يطبع أصحاب المهن الواحدة من تضامن وتكتم عن أخطائهم. ويعد نطاق المسؤولية الجنائية لجراح التجميل ذلك الفاصل الذي يحدد متى يمكن مؤاخذة الطبيب، فالأعمال الطبية تمر بمراحل لتصل إلى نهايتها، وفي هذه المراحل يسأل الطبيب عن أخطائه الشخصية التي تحدد بموجب العقد الطبي، هذا العقد الذي حاول الفقه والقضاء إبراز ماهيته وتمييزه عن باقي العقود والذي اختلف حوله، إلى أن تم الوصول إلى أنه عقد من طبيعة خاصة ومسمى. يطيب لي أن أقدم هذا المؤلف الذي أعتبره بعناية وتمييز الأستاذ جواد الزوير نائب وكيل الملك دائما في أمثلة بدار البيضاء بعنوان الأوريجينالية لتقليل في زحمة. هذا المؤلف الذي تناول بالدرس والتنقيح والتحديد موضوعا في حقولات النظرية والإجتماعية مقاربات ورؤى تقصير التعامل معه والإنفراد به في الأخير. تناول مسؤولية الطبيب في شقه المتعلق بالأخطاء التي ارتكبها في الإنسان بمناسبة مواصلة عمل التدريب وترتيب المسؤولية عن كل تقصير مهني شائع.
استطاع الاستاذ جواد الزوير لما اكتسبه من تجربه مهنيه متراكمه وتكوين ذكي من رصين صبر ادوار مجموعه من الاشكاليات القانونيه والعمليه ورأس المواقف التقيق والقصار لمزاوجه بين ما هو نظري وما هو عملي وبين التشريع الوطني والتشريع المقارنه وتبدا في ذلك على منهج تحليل منطقي واقعي واسلوب لغوي خارج التحكيم يميل الى تشكيل الحالات والتوازن الفكري ان المتتبع لصفحات الكتاب القيم سيكتشف من خلال الاستاذ جواد الزوير جيلا جديدا من خطاط الشباب الذين يعملون لتشكيل اثار الرساله المقدمين دستوريا وقانونيا وذلك بتحسينهم معرفيا واخلاقيا ومشاركة في إيجاد النقاشات الفكرية والعلمية والحقوقية ومساهمة واضحة في تكريس الثقافة في العمل القضائي والتدريبي. ولا شك أن الإنسان القانوني اليوم يضاف إلى هو الإسعاف مخيم يستفيد منه القراء على اختلاف مشارف العلمية والمهنية وسيكون مرجع علمي للباحثين والممارسين على حد سواء. كما أن اللقاء بدوره يدخل في إطار دعم وتشجيع ومبادرة التكوين الأساسي للمحامي المتمرن والتكوين المستمر والتخصصي لفائدة المحامي والقاضي في الميدان القانوني والقضائي من أجل إنماء القدرات المهنية والمكونات والمساعدات ومواكبة التشريعات والمستجدات للمجال وكذا في إطار رفع مستوى المحاماة خاصة أدائها لوظيفة الاجتماعية ورسالة الإنسان النبيلة التي وجدت فيها ورسختها نواه الدوليه ضمان المحاكم العادله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا وجدت من توفيق الله وحده وان كنتم المناسبة شرط وبالتالي لا بد أن أقول كلمتين بهذه المناسبة سيما وأن عريس الليلة ينتمي إلى التي كتب الله لي أن أديرها في وقت محدد فأتمم كذلك بدوري هذه المبادرة التي قام بها الاستاذ في هذا المؤلف العلمي الذي لا شك انه سيزين الخزانه العلميه في موضوع كثيرا ما احسن كثيرا من المجال وطرح اكثر من تساؤل في وقتنا الحاضر و هذه المجهودات التي بذلت مبارك الاستاذ المحترم حقيقه ستكون مرجعا للباحثين في المجال وستكون سندا لكل من يتم في هذا الموضوع وكذلك ستكون اساسا للقضاة وللحقوقيين ولرجالة القانون المحامون والقضاة وكل ما يرتبط بجانب القانوني. أهنئ أستاذ بوير على هذه المبادرة الطيبة ولا بد أن أشير بالمناسبة على بالرغم من القصر المدة التي شنو فيها النيابة العامة المحكمة الابتدائية السورية من دار الوزراء لمست في الرجل الطموح لمست فيه كذلك البحث عن المنظمات ويوجد فيه نقاش رجل قضاء بامتياز وقاضي متزن منضبط يحب عمله ويبحث دائما عن الجديد فهنيئا له بهذا المولود الجديد الذي نتمنى ان يكون له اشقاء ان شاء الله في المستقبل وله مني الحمد لله صحفي
الرئيس المغربي العالمي الرياضي. أولاً أنا ما كنتش موجود في حالة سيدي جوال خدري على حيد الراكم يقولوا تكوني فرنسي كي عقني بزاف بعض المرات باش نقول العمق ديال الفكرة ديالي. ف سألت الأستاذ جواد قبيلة تنقول له كيفاش جات الفكرة ديال كتاب من هذا النوع، ومرة أخرى هاد اللي كنبغي سؤال طرح من هاد الباب عن الناس ديال القضاء هو كيفاش غيمكن نحمل المسؤولية الطبيب. أولا الناس ديال القضاء ما يكونش كيعرف الطب التجميلي مثلا، كيفاش غيمكننا نحمل المسؤولية لواحد الطبيب وغنجيبو ناس يشهدوا فيه وهما هي سي ان كور سوليدير ناس ضامنين، كيفاش غتجيب واحد مجموعه ديال الاطباء او واحد الطبيب وغتقول ليه اجي الله يخليك تشهد لينا واش هذا خطا طبي او لا، واش هذه القضيه ممكنه او مش ممكنه، واش القضاء غادي يكون يعطي الطبيب لو شوا ولا غادي يرتب عليه يقول واش كاين خطا ولا ما كاينش خطا. في هذه الحاله هذه القاضي غادي يولي العدو رقم واحد ديال الاطباء، غادي يقول لك لان اذا غادي ندخلوا باش ندير واحد العمليه غادي نكون مضطر باش نحاول ما امكن باش نوقع ما نوقعش في القضاء. ثانيا لا كيسيون ديال 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 العمليات كلها كتطلب واحد لاكت اللي ولا الانكدام، وتقول لك كما قال الاستاذ بغيت يكون الوجه من هذا النوع قوى من هذا النوع، شكون هو اللي كيدير لا ريداكسيون ديال هذاك العقد؟ واش هو رجل القضاء ولا الطبيب اللي كيقول للسيد اللي كتب هذاك العقد خاصك تكتبو بهذه الطريقه؟ والناس ديال القضاء او الناس اللي كيكتبوا العقود يعني مجهدين في هذه المسائل هذه ديال خلق تبغى واخا تحضير تتعيه غادي يقول لك هذه القضيه راه ماشي هي راه ما كانش تقول هكا راه اللي دير اللي دار ماشي هو. اذا واش يعني عده تساؤلات استاذ انس اذا كان متفق معي حيت هذا هو اللي كاين. فاذا كتوجه لواحد المهنه اللي كيدير لا ريداكسيون ديال 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 لو كونطرا خص يكون يا اما رجل قضاء يا اما يتعاون واحد من الناس ديال القضاء باش يكتبها غير هكا ولا بدا ما يخلي واحد النوع تغرار ويخلي شي سميتو. فهاد المشكل ديال الجميل وموصل ليه من اهميه وجبله لهذه الدرجه هذه كنظن ان الان المسؤوليه تعددت بتعدد الطلبات، تعددت بتعدد الامكانيات المتاحه لدرجه انك كما قلت استاذ كتولي المكان اللي انت كتحط فيه كدير فيه العمليه غير مسؤول، تيقول لك انا غنعطيك المكان ولكن المسؤول هو الانسان الذي يقوم بالعمليه. اذا وقع لك شي مشكل ولكن كتكون عاوتاني سلاح اخر هو انه الا وقعت عمليه غير ناجحه في مكان ما الناس ما كيعرفوش راه الناس ديال المكان خرجوا من المسؤوليه، تيقول لك الكلينيك الفلانيه هي اللي وقع فيها هذاك المشكل. اذا هذيك الكلينيك ما يمشيوش ليها الناس راهم ما كيعرفوش راه الناس غير سلفوهم للوكال ماشي هما اللي مسؤولين على الشيء اللي وقع في سميتو. فكنظن ان الكتاب ديال الاستاذ جواد اللي كان هو بهذه المناسبه هذه واللي هو صديق ديال الجمعيه ديالنا واللي هو ما كيفرقوش على الاعلام شي حاجه كثيره لانه تبارك الله من ناحيه لا ريداكسيون ولا من ناحيه ديال التحليل فهو يعني ما لا يتخيل عن صحفي. ف اولا انا كنبغي نشكر الناس الموجودين لي زيمينونس غريز سمعوني ما عرفتش ديال القضاء اللي اجتمعوا في هذا المكان هذه واللي نووا بهذا الكتاب واللي ان شاء الله كنتمنى يكون عنده صدى كبير واللي لا شك تدخل الاساتذه الاجلاء اللي كانوا دابا غادي يكون اكيد عنده اهميه وغادي يكون عنده صدى ان شاء الله. السلام عليكم.